أهلا بكم. امتهن البحرينيون مهنة الصيد منذ مئات السنين، وبقيت مباحرهم وهيراتهم معروفة لديهم، بل إنها سميت بأسماء عوائل بحرينية ولا تزال تحت هذه المسميات، حتى طرأ وضع جديد عليهم وسلوك غريب على أهل الخليج، ألا وهو السلوك القطري الذي استهدف بحارة البحرين في أرواحهم وأرزاقهم، سلوك عدائي ممنهج عانى منه بحارتنا معاناة شديدة وانتهاكات لا حصر لها وصلت إلى العنف والقتل. احنا ضربنا ضربة، والضربة ضربة مقدمة الطراد من خفر السواحل القطرية في رأس المرحوم. وينها قاموا يبحثون عنا في البحر ما شافوه، خلال 3 أيام كذي يوم رابع شافوه في حدود قطر مرمي على الساحل. كما الدورية واحدة يودوني المستشفى، يعني وانا متعلم هاي، قالوا احنا نوديك المستشفى نبيكم تموتون، وسوينا فيكم هلون نبيكم تموتون. على قولة المثل، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وهي قطر سوت الاثنين. أهلا بكم من جديد. نطلع عليكم مشاهدينا الكرام من خلال هذه النافذة الخاصة لنسلط الضوء على الانتهاكات القطرية المستمرة بحق الصيادين البحرينيين. وفي بيان صادر عن مجلس النواب، أعرب المجلس عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان لتوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية في مملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات. وفي تصريحات خاصة لمركز الأخبار في تلفزيون البحرين، ثمن عدد من النواب التوجيهات الملكية السامية بتعويض البحارة المتضررين وأدانوا الإجراءات القسرية التي يتعرض لها البحارة من قبل قوات خفر السواحل القطرية. أعتقد أن يعني مسألة التعويض الصيادين من قبل الإجراءات الملكية فيه دافع إنساني ودافع وطني، ونجاة الملك دائما كان مبادر لأبنائه ولخدمة أبنائه ولدعم أبنائه في هذه مثل هذه الظروف. جميع الصيادين طبعا يرحبون بهذا الدعم وهذه الالتفات الكريمة من جلالة الملك لمصالحهم ولأرزاقهم ولتعويضهم عما لحق بهم من أضرار. نتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الممارسات ضد فقراء صيادين يحتاجون أن يعني يعتاشون من هذه المهنة، مهنة الأجداد والآباء. وأعتقد أن وقفة حكومة البحرين وجلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع هؤلاء الصيادين وموقف وزارة الداخلية بدعمهم والصيادين وتكريمهم وإعطاهم اهتمام كبير جدا كان محل تقدير واحترام من الجميع. في البداية أنا أحب أشيد بجهود جلالة الملك وتوجيهاته السامية في دعم الصيادين البحرينيين وما تعرضوا له في الفترة الأخيرة من يعني تعرض لمصادر رزقهم الوحيدة، مصادر الرزق هذه اللي تعيلهم وتعيل أسرهم. هذه دليل حقيقة نجاة الملك الله يحفظه ويرعاه، يعني يولي أولوية هامة وكبيرة للمواطن البحريني في كل شؤون حياته ومناحي الحياة. كذلك اللقاء اللي تم مع وزير الداخلية مع الصيادين وتطمينهم أن حقوقهم محفوظة، هذه حقيقة يعطي انطباع كبير أن القيادة السياسية في البحرين تولي اهتمام كبير للمواطن البحريني بحيث أنه ينعم بعيش كريم لا يتعرض لأي مضايقات في مصدر رزقه. فيعني أشيد بهذه التوجيهات ونتمنى حقيقة يعني دوام الرخاء والاستقرار للبحرين وأهل البحرين. كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما تفضل به من وقفة حقيقية وجادة من أجل نصرة هؤلاء الصيادين، وأيضا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. طبعا التوجيهات الأخيرة بخصوص دعم هؤلاء الصيادين ما تنم إلا عن حس وطني، حس استشعر حجم المعاناة اللي عاناها هؤلاء الصيادين، وهذه ليست بغريبة على مملكة البحرين أنها دائما لها رؤية بعيدة المدى من أجل الارتقاء ومن أجل الحفاظ على كينونة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واللي هذه من أهم أهداف قيام دول مجلس التعاون. نشكر جلالة الملك حفظه الله ورعاه على وقوفه على ما يعانون الصيادين وتوجيهات السامية بتعويض الصيادين، وقوفه مديم مغريبة على جلالة الملك، وقوفه
مع كل قضايا مملكة البحرين من مواطنينهم. كل الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته السامية بفتح الإقليم البحري، وهذه كلمة سامية، ونتمنى من أمانة مجلس التعاون أن نترجم هذه الكلمة اللي أعلن عنها ولي العهد الله يحفظه، ترجم في مجلس التعاون يكون على أرض الواقع، تنفتح الحدود البحرية والإقليمية. هذه يعني معروفة الحدود بين أجدادنا وأبهاتنا الأوليين. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، والشكر موصول إلى ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه على دعمهم للصيادين وأيضا حرصهم على حل هذه المشكلة. وأيضا الشكر بما تفضل به سمو رئيس الوزراء حفظه الله على حل أزمة الصيادين. طبعا قضية الصيادين قضية كانت شائكة وكبيرة وتخص جميع المواطنين ذو أصحاب الدخل المحدود والأرزاق المحدودة. لاحظنا تدخل القيادة الرشيدة بالمحافظة على مكتسباتهم وتعويضاتهم وتوجيه معالي وزير الداخلية شخصيا بمتابعة هذه الملف، اللي كان حريص كل الحرص على جمعهم ولقائهم واستقبال شكاويهم، وتم تشكيل فريق لمتابعة الأضرار اللي تعرضوا لها بخصوص تعرضهم في المياه الإقليمية من قبل دولة قطر. وأيضا لاحظنا في اجتماع رئاسة الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء عسى الله يحفظه الشيخ سلمان، كانت هناك توجيهات كبيرة لخصوص حلحلة هذه الملف وتعويض الصيادين والمحافظة على أرزاقهم. نشكر القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك على عمل هذا الملف، ملف الصيادين اللي كان يشغل جميع البحرينيين. نشيد بمبادرة ولي العهد في حل أزمة الصيادين وترجمة توجيهات الوالد جلالة الملك المفدى بضرورة حل هذا الملف المؤرق والذي أفقدنا أبناءنا البحرينيين وأخواننا البحرينيين الذين فقدوا قسرا في عرض البحر في الدولة دولة قطر. وما هذه التوجيهات إلا نابع من حكمة جلالة الملك ونظرته الأبوية لأبناء هذا الشعب. نأمل على خير أن يتم عودة جميع أبنائنا وأخواننا، وأن تقر أعين أمهاتنا بعودة أبنائنا الأبناء البحرينيين الذين كانوا يترزقون في عرض البحر. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب. أهلا بك أستاذ الكريم، يسرنا أن ترافقنا طوال هذه الحلقة للحديث عن هذه الانتهاكات. ولكن قبل الخوض في يعني ما تعرض له البحر طوال السنين الماضية، سعادة النائب، موقف السلطة التشريعية واضح وداعم لجميع الجهود الحكومية والأهلية في الدفاع عن حقوق الصيادين المواطنين البحرينيين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، وكما تابعنا أيضا في تصريحات النواب وفي بيان مجلس النواب الأخير، إلى أي مدى المجلس النيابي يعني مهتم بهذه القضية؟ نحن بداية كممثلين للشعب وكسلطة تشريعية بداية يعني ندعم وبشكل كبير قرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لتمثل بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتعسفة اللي اتخذتها السلطات القطرية، وقيام أيضا مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعمل المباشر في حصر الأضرار وصرف التعويضات. إن جاءت هذه التوجيهات فهي تأتي لتؤكد وبشكل مباشر على أهمية المواطن البحريني في المجتمع ولدى قيادته، ومدى اهتمام جلالة الملك حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة بتوفير كافة الإمكانيات لحياة كريمة تعكس مبادئ وأخلاق الشعب البحريني الأصيل. هذه التعويضات والإجراءات المتخذة تأتي خطوة للأمام لتأمين عمل الصيادين بجو يسوده الأمن والأمان، وهذه إخوة ما عهدنا إحنا في مملكة البحرين. وننظر إلى
عودة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة لما يمثلها البحر، خصوصا لنا احنا كأهل البحرين من أهم مصادر الرزق المواطن البحريني، وأيضا بدورنا احنا كسلطة تشريعية سنعمل بدعم جميع القرارات اللي تصب في مصلحة المواطن البحريني وبالأخص الصيادين البحارة اللي عانوا جراء الإجراءات المتعسفة والأفعال الغير مقبولة لا لدينا ولا للعالم أجمع من قبل السلطة القطرية. نعم سعادة النائب، امتثالا لتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء وكذلك أيضا يعني وتوجيه معالي وزير الداخلية، باشرت يعني قيادة خفر السواحل بتلقي طلبات الصيادين المتضررين وتم حصر هذه الطلبات ولا زالت يعني مستمرة في ذلك، يعني كيف تنظر لهذه الخطوة؟ اليوم احنا نعيش في مملكة البحرين، أب جلالة الملك حفظه الله ورعاه هو أب لنا جميعا، فلا يرضى بأن يمس رزق البحريني أي كان. واليوم احنا بعد ما شاهدنا العديد من الصيادين وملفات الصيادين التي أتت إلينا وتقدموا إلينا كممثلين للشعب عن مجمل الأضرار خلال العشر سنوات الماضية، هناك من تعرض للقتل، هناك من تعرض للإصابة بإطلاق النار، هناك من خسر طراده، هناك من تعمدت السلطات القطرية وخفر السواحل القطري بإغراق قواربهم واللي هي تأتي مصدر رزقهم الوحيد. لا نتكلم عن انتهاكات في حقوق الإنسان بمجمل كبير، نتكلم عن قيادتهم إلى السجون بدون محاكمة، عرضهم على النيابة بعد أسبوعين وثلاثة، يحكم القاضي بعشرة أيام أو أسبوعين، تمدد بقرارات إدارية إلى شهر وشهرين وثلاثة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في التعامل من خلال أيضا عدم عرضهم على الأطباء، عدم عرضهم يعني هناك من أصحاب يعني إخواننا البحارة اللي تم إيقافهم في قطر، كبار في السن يعانون من أمراض مزمنة، يأخذون أدوية بشكل يومي، عانوا الأمرين بأنهم لا يتم توفير الدواء لهم ولا يعرضون على الأطباء. نعم بالتأكيد يعني كما يعني شهدنا وكما سمعنا من هذه الإفادات وهذه الشهادات من الصيادين، واضح أنها حملة يعني ممنهجة لأنها متكررة على مدى سنوات، ويعني تجري بنفس الطريقة بنفس الأسلوب القمعي الذي يتعرض له الصيادون، وكذلك أيضا من خلال سحبهم وجرهم إلى السجون وعرضهم على النيابة، واضح أن هناك اتفاق من جميع السلطات القطرية يعني على يعني ممارسة هذا السلوك العدواني ضد البحارة. ضيف الكريم تفضل بالبقاء معي ولنلقي المزيد حول هذا الموضوع. ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد يوسف بن أحمد الغتم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى. أهلا بك سيد يوسف بعد التحية، كيف تقرأ استمرار الممارسات الاستفزازية القطرية تجاه المواطنين البحرينيين؟ يا أهلا ومرحبا أخ بسام، مسي عليكم على السادة المشاهدين. في البداية بداية مداخلتي يشرفني طبعا أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته الملكية السامية للجهات المعنية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء إجراءات السلطات القطرية والمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات المناسبة لهم. كما يسعدني أن أشيد بقرار مجلس الوزراء المؤقر في جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحقوق المواطنين. طبعا يعني نحن في السلطة التشريعية نثمن الدعوات الرسمية البحرينية المتواصلة والمطالبة الصريحة في شأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسات نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، وبما يعود بالخير على مواطنين البلدين ويعزز
من التعاون الخليجي الأخوي، ولا يختلف اثنان تجاه المواقف الإيجابية الداعمة لحقوق الصيادين البحرينيين وحماية مصدر رزقهم والحفاظ على المهنة التاريخية المهمة التي تورثناها من الآباء والأجداد ومورست بكل أريحية في المياه الخليجية الآمنة. إن التوجيهات الملكية تمثل ضماناً وسنداً للمواطنين في حفظ حقوقهم وعدم الأضرار بأرزاقهم وحياتهم المعيشية. إنما تقوم به السلطات القطرية مع الصيادين البحرينيين تصرف غير مقبول، لا شعبياً ولا رسمياً في مملكة البحرين، لأن في تلك التصرفات الخطيرة على حدود الجيرة ووشائج الغربة بين الشعبين البحريني والقطري. الواقع يظهر بجلاء أن سلطات خفر السواحل القطرية حاربت الصيادين البحرينيين لدرجة إطلاق النار عليهم أثناء مزاولتهم عملية الصيد الذي هو مصدر رزقهم في البحر ويعيل عوائلهم. البحارة البحرينيين تعرضوا لمعاناة كبيرة جراء قيام السلطات الأمنية القطرية بملاحقة مراكبهم البحرية التي تمارس الصيد، وفرضت الغرامات المالية العالية عليهم ووقفتهم بطرق جبرية خطيرة، راح ضحيتها موتى صيادين بحرينيين، كما تسببت في جرح آخرين عبر إطلاق النار عليهم والاصطدام بقواربهم بصورة غير مهنية. رحلة الصيادين البحرينيين لم تعد نزهة أو رحلة لطلب الرزق، بل رحلة محفوفة بالمخاطر التي تواجه الصيادين خصوصا المتعلقة بالسلطات القطرية. فهناك الكثير من الحالات التي تمت مصادرة قوارب الصيادين وتعرضوا للمحاكمات ودفع القرامات الكبيرة التي دفعت البعض منهم لبيع أملاكه من أجل تسديد بعض الغرامات التي وصلت إلى حد كبير. نعم، لا شك سعادة السيد يوسف الغتم بأن هذه القضية قضية وطنية يجمع عليها الجميع بأنها قضية عادلة من منظور قانوني ومنظور حقوقي. الجميع يقف صفا واحدا شعبا وعلى الصعيد الرسمي على الصعيد السلطة التشريعية لوضع حد لهذه الممارسات. شكرا لك سعادة السيد يوسف بن أحمد الغتم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، شكرا جزيلا. مشاهدينا، على مدى السنوات العشر الماضية ضاعفت السلطات القطرية من حملة الاعتداء الممنهج ضد بحارة البحرين واستهدفتهم في أرواحهم وأرزاقهم، حيث أقدمت الدوريات القطرية على انتهاك حقوق البحارة باستخدام القوة ومن ثم اعتقالهم وجرهم إلى السجون. ترهيب وتخويف وتعمد في استخدام القوة، هذا ما تقوم به الدوريات القطرية ضد بحارة البحرين في حملة ممنهجة استمرت لسنوات عديدة، وهو ما خلف أضرارا مادية جسيمة بحق هؤلاء البحارة الذين يسعون خلف رزقهم، وهذا ما تؤكده الكثير من القصص. تقريبا الساعة 7:30 ولا أسمع صوت طراد من بعيد جاي، فأنا قلت يعني هذا الطراد، شكيت يعني قلت يمكن هذا الطراد مال خفر السواحل مال قطر. عقب قلت باشيل السن، يعني شفته كل ما جاء يتقرب قلت ان هذا 100% انهم مال خفر السواحل مال قطر، فقمت باشيل السن قبل لا اشيل السن ولا هو يصوت علي لا تتحرك، انا تحركت وبعدين ضرب لي الماكينه، لعمل فكر ان انا بشرد يعني، ضرب الماكينه بعد صادها تلفيات يعني، والطراد بعد الرقعه بعد شوي مالت الطراد اهتزت وصار فيها تلفيات. المهم قال لي اصبر
رفع ايادك فوق، رفعت ايادي فوق، اشخاص اللي وياي اخذهم في الطراد وانا خلاني مأثر. جودوا يو بحرون نبحر ويودونا رفعوا علينا سلاح، ما يتفاهمون ما يتفاهمون، يطرف علينا سلاح يضربك افكري يقطك في الطراد. معاملة لا إنسانية تعرض لها بحارة البحرين من قبل عناصر الدوريات القطرية، تصرفات تؤكد تجاوز النظام القطري لاعتبارات ومبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار، ويعكس لغة العنف الذي يمتهنها هذا النظام. وأثناء ما احنا كنا نحدق في البحر جت لنا دورية خفر السواحل وطاردتنا ودعمونا بالطراد، وصارت عندي تلفيات واجد في الطراد، وعندي واحد بعد طاح في الطراد وتعورت ايده، واهانونا اهانه مو طبيعيه، يعني انه اخذه حطوه في صدر الطراد وضربوه افكري وقاموا ورفعوا علينا السلاح. ودونا التوقيف، توقيف ماساه، يعني محل هالقد بالضبط، وفي باب حديد وفلتونك هناك لين يجي دورك تروح الكونتر تسوي تعهد. وظلينا متعذبين، وتالي طلعونا وتالي ردوا ورجعونا وقالوا لنا توقيف، وقفونا في عنبر على قولتهم عنبر رقم 4. كل شيء وسخ، كل شيء حاله، وعشنا في مأساة. الانتهاكات والتدخلات القطرية الخطيرة في شأن البحرين ليست سياسة جديدة على النظام القطري، بل هي مستمرة منذ عقود، وما هذه الممارسات الخطيرة في بحر الخليج من قبل قطر إلا تهديد واضح لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يعد مخالفا للوضع القائم منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك. عودة مجددا مشاهدينا مع ضيفنا الكريم في الاستديو سعادة النائب عمار البناي. عودة لك سيد الفاضل. هذه بعض القصص، هناك مئات القصص من انتهاكات القطرية وصلت إلى أعلى درجات القمع والتنكيل بحق هؤلاء المواطنين البحارة الآمنين الذين يعني يسعون لطلب رزقهم لا أكثر. عندما نتحدث عن انتهاكات نظام الدوحة فإننا نتحدث عن يعني هذه الممارسات التي وصلت إلى أعلى درجات العنف، كيف تفسر هذه الممارسات واستخدام القوة العسكرية ضد هؤلاء الصيادين؟ يعني أنا أستغرب بإصرار هذا النظام وإصرار دولة قطر اللي الآن أصبح هذا النظام يمكن يكون الأمثل والنموذج الأول لانتهاك حق الجيرة وحق يعني حقوق الإنسان بمجمل العالم. اليوم أستغرب هذا النظام لما يتخذ من حقوق الإنسان كشعارات رنانة يعني يضرب فيها مجتمعات مختلفة من خلال وسائل الإعلامية، بينما يتجاهل بشكل كبير هذه المبادئ وهذه الحقوق في المجتمع الداخلي في قطر. يعني تصرفاته اليوم بشكل مباشر تجاه الجيرة، تجاه الصيادين البحرينيين، لتكون اليوم لتثبت للعالم أجمع بأن هذا هو أكبر دليل، فهؤلاء البحارة هم عزل على مجمل السنوات العشر الأخيرة لم يتم القبض على صياد واحد مثلا عنده سلاح ولا عنده أي ممنوعات. هذه مجموعة من الصيادين البحرينيين اللي يريدون أن هم يعني يعيشون بحياة كريمة من خلال البحر، من خلال الحصول على لقمة العيش لإعانتهم وإعانت عوائلهم باستقرار وبسلام وبستر دون الحاجة إلى أحد. فهم أخذوا البحر يعني من آبائهم من أجدادهم، يعني هذه هي المحادق احنا نسميها، هذه الهيرات احنا نسميها، اللي هم تعودوا ان هم يروحون من يوم هم أطفال، وسميت يعني هذه الأماكن والهيرات والمحادق سميت بأسماء عوائل بحرينية، والنظام القطري يعي كل الثقة بأن هذه الأماكن هي أماكن بحرينية وتعاقبت عليها أجيال. اليوم ممارسة النظام القطري ضد هالصيادين العزل كل أنواع الإرهاب من إطلاق
النار، من فرض الأتاوات، من الاحتجاز، من السجن، من الإتلاف، من مطاردتهم في عرض البحر وسلب حرياتهم. يعني هذه ما بيكون غريب اليوم على نظام، يعني خذ هذا النظام يعني من العصابات الإرهابية والميليشيات اللي صارت اليوم موجودة وهو يدعمها. فمن عاشر قوما 40 يوما أصبح منهم. فاليوم هذه هو النهج اللي يتعلم النظام القطري من قبل رعايته لرؤوس الإرهاب واستضافته لهم، واللي أصبحت اليوم الدوحة فندق 5 نجوم لرؤوس الإرهاب في العالم. نعم ساعتنا لا يقف الأمر عند هذا الحد على موضوع المطاردة، ولنفترض وأن يعني عناصر قوات خفر السواحل القطرية أقدمت على هذا الأمر بشكل يعني بشكل فردي وهو غير ذلك، لأن بالتأكيد يعني تلقى الأوامر من مسؤوليه بأن يتم احتجاز بحارة البحرين ويتم الهجوم عليهم بهذه الطريقة البشعة، ومن ثم جرهم للسجن، ومن ثم عرضهم للنيابة والمحاكمات التي لا يمكن أن نطلق عليها بأنها محاكمات عادلة، لأنها يعني تفتقر لحقوق، يعني حتى لو كان يعني لنفترض بأنه هو محتجز فأيضا المحتجز لديه حقوق، لكن لا يتم إعطاهم بأي حق من هذه الحقوق، لا يتم التواصل حتى مع محامية والتواصل مع أهله ليخبرهم ويبلغهم، وهذه نوع لنسميه إخفاء قسري لهذا المواطن. يعني نكتشف بعد مدة طويلة بأن هذا المواطن موجود لدى السلطات في الدوحة. كيف تفسر ذلك سعادة النائب؟ يعني احنا يمكن شهدنا قبل قليل بعض المقاطع، شفنا لبعض الصيادين اللي احتجزوا في 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 قطر قبل مدة. الأمثلة عديدة، لنين على إطلاق قوات خفر السواحل القطرية للأعيرة النارية، إصابة الصيادين، في محاكمة لبعض الحالات وبعضها لا توجد محاكمة. يعني شهدنا حادثة قتل للبحار اللي هو من منطقة سترة، يعني شهدنا بعض الحالات اصطدام خفر السواحل القطرية إلى القارب، بعض البحار يسقطون في البحر يتركونهم ويمشون عنهم. شهدنا بعض الحالات اللي هي سحب البحار البحرينيين إلى داخل الحدود القطرية لإثبات أنهم موجودين داخل الحدود القطرية، ولكن هذا منافي تماما للصحة. مثل ما قلنا في بداية كلامنا بأن هذا النظام الآن ينتقم من الصيادين البحرينيين أفعال عدائية لا نرى لها مبرر تجاه صيادين عزل يمارسون الصيد. اليوم لا أعتقد بأن هناك عرف أو قانون في العالم يعطي الصلاحية لدولة قطر بأنها تمارس هذه الانتهاكات في حقوق الصيادين وحقوق البحارة البحرينيين. نعم بكل تأكيد نحن مستمرين معك سعادة النائب، تفضل بالبقاء معي. سوف ينضم إلينا الآن عبر السكايب الناشط الحقوقي السيد فيصل فولاذ، وهو أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان. أهلا بك سيد فيصل معنا في هذه التغطية الخاصة. سيد فيصل، أنت من الأشخاص الذين تابعوا عن كثب هذه القضية، كيف تقيم حجم الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات القطرية بحق الصيادين البحرينيين خصوصا على مدى السنوات العشر الماضية؟ مساء الخير، حييكم تلفزيون البحرين. حقيقة الانتهاكات كانت جسيمة وكبيرة. نحن كجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان من خلال مجموعة البحرين لحقوق الإنسان وشركائنا من منظمات الغير حكومية الأخرى، وثقنا العشرات من الانتهاكات لقوات خفر السواحل القطرية بحق الصيادين ومنتهني الصيد البحرينيين، يعني قبل 2010 وحتى يومنا هذا. طبعا توثيقنا كان عملي وعلى أسس منهجية
تتركز في أنماط رئيسية حقيقة هذه الانتهاكات. طبعا من ضمنها تقييد مساحة الصيد المسموح بالعمل فيه للصيادين البحرينيين، بجانب اطلاق النار اتجاههم وهم في عرض البحر، بجانب ايقاع القتلى والاصابات والجرحى في صفوف الصيادين، ملاحقة الصيادين ومراقبهم في عرض البحر، بجانب اعتقالهم ورميهم بالسجون في أوضاع سيئة جدا وبدون أي ضمان حقوقي، وأخيرا الاستيلاء على مراكبهم والمعدات الموجودة على متن المراكب، بجانب تخريب شباك الصيد والمولدات الكهربائية وغيرها. وأخيرا يعني صارت بدعة جديدة هي الاصطدام المتعمد بزوارق البحارة البحرينيين لأجل قرقهم بالبحر، يعني لأجل قتلهم. هذه جانب جدا مهم. طبعا حقيقة أخوي الكريم هذه الانتهاكات المستمرة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على البحارة، مو فقط يعني كجانب جسماني، في جانب كذلك اجتماعي واقتصادي على الصيادين وعلى أسرهم، فتضرروا بفعل هذا التعامل القطري اللا قانوني والغير عادل بأوضاع الاقتصادية لهذا الصيادين وأسرهم وعوائلهم وأطفالهم، باعتبار أن الشريحة كبيرة التي تعتمد على البحر. فهدف الممارسة القطرية هي تقويض قطاع العمل البحري ومهنة الصيد في البحرين، وهذا أساسه يراد منه تشكيل عائق أساسي في الاقتصاد البحريني والقضائي، لأن تدري أنت بعد الصيد والسمك جانب مهم بالنسبة إلى أكل الناس ورزقهم، فهذه بعد تضرر كبير في هذا الجانب. نعم نعم سيد فيصل، برأيك لماذا يتعمد النظام في قطر ويصر على استهداف بحارة البحرين بهذه الطريقة الوحشية؟ ما الهدف من وراء شن حملة ممنهجة ضدهم؟ طبعا هو الهدف سياسي لعدم استقرار الوضع ومعيشة هذا القطاع الكبير في البحرين، وبالتالي خلق مشكلة سياسي واقتصادي داخل المجتمع البحريني، وخلق أزمة من خلال شح السمك، من خلال خلق مشاكل لهذه الصيادين وقتلهم أو اعتقالاتهم وغرق سفنهم ووضعهم كأسرى عندهم هناك في السجون. كلها لها تداعيات على المجتمع البحريني، فبالتالي خلق أزمة داخل المجتمع البحريني، في حين أن بوادر إلى التئام خليجي مع قرب يعني قمة مجلس التعاون، فبالتالي هي يراد منها مثل كرة الثلج أن تكبر وتكبر وتكبر، والهدف هو الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في البحرين. نعم سيد فيصل، هذه التصرفات العدائية اليوم كيف ينظر إليها القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية والإقليمية حتى؟ طبعا سؤال جدا هام حقيقة. طبعا القانون الدولي الإنساني عطى حماية للصيادين، وهذا قانون يعني أساسي في المجتمعات وفي الأمم المتحدة. طبعا تناول هذا القانون بالنسبة إلى المساعدة الاستفادة من مهنة الصيد في أي مجتمع في أي دولة، كذلك عزز من حقوق والأهداف الاقتصادية لقطاع الصيادين ومتهني الصيد. طبعا في جانب النواية جدا مهم ان القانون
الدولي الإنساني حدد كيفية سلوك حتى قوات خفر السواحل بالنسبة تعاملها مع الصيادين وبأي أسلوب تتعامل، بجانب عطى هذا القانون الدولي آليات التقاضي، يعني الحين الضحايا موجودين عندنا، بالنسبة لآليات الأمم المتحدة عطاهم آليات التقاضي وكذلك آليات التقاعدية وغير التقاعدية. يعني مسألة جدا مهمة مساءلة قوات خفر السواحل القطرية عن هذه الجرائم، يعني مو ممكن تلقى كلها لأن كلها جرائم وثقت وفي لها ضحايا، بجانب المراكب الصيد يعني كيف استرجاعها الذي قرقت والصودرت، كيف استرجاعها الحقوق التي ترتبت على هذه السنوات الطويلة من تعطل الصياد، من يعوضه؟ من يعوض أسرته؟ بجانب الله يسلمك الآثار النفسية والمادية على الصيادين، هذه آثار كبيرة يعني، ونعرف أن مثلا البحار عادل الطويل ضرب يعني بالرصاص وغيره، يعني تأذى من التعامل قوات خفر السواحل. هذه جانب، بس بعد في جانب الله يسلمك يعني جدا مهم اللي هو الله يسلمك بالنسبة إلى العادات والتقاليد الموجودة في 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 دولنا ومجلس التعاون، هذا جانب جدا مهم كذلك، إن هذه التصرفات القطرية تخالف حقيقة العادات والعراف والتقاليد اللي عاشوا عليها يعني الشعوب في هذا المنطقة، والبحر هو مصدر رزق أساسي بالنسبة لهم. فبالتالي البحرين كانت دائما يعني سباقة على السماح باستخدام مياهها لكل الدول مجلس التعاون. هذه الممارسات حقيقة القطرية ما تعكس النظام الأساسي مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالعكس النظام الأساسي نص على أهمية ربط كل الدول بعلاقات خاصة وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف اللي تجمع هذه الشعوب، لكن هذه الممارسات تخلق عكس هذا الموضوع. فبالتالي القانون الدولي واضح في هالجانب، بالإضافة إلى الأعراف والتقاليد، بالإضافة إلى ما بني على أساس بناء النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. فها كل الممارسات نقيض لكل هذه الثباتات. نعم سيد فيصل، يعني هل لك أن تنقل لنا كيف كانت أجواء المحاكمات والأوضاع في السجون هناك في الدوحة؟ قضية البحار عادل الطويل في 2010 شكلنا وفد حقوقي لزيارة الدوحة، وبالفعل الوفد الحقوقي كان برئاستي وبرئاسة الأخ سلمان ناصر، رحنا عدة مرات. الأوضاع كانت مأساوية مأساوية، يعني الأخ عادل الطويل كان مضروب الرصاص، المنطقة التي أخذ منها من البحر إلى المستشفى منطقة بعيدة ما فيها أي تسهيلات طبية، بالآلام بالدماء بكل الأمور التي عانى منها تم وضعه في المستشفى وحالته تعبانة بين الحياة والموت، ثم بعد علاج الذي قدم له رمى في السجن من جديد. يعني ريال الآن بحار مضروب ونزيف صاده ووضعه بين الحياة والموت، تروحون تخطونه بعد في السجن عقب المستشفى. طيب وقت التحقيق، وقت التحقيق تصور أنه ما في محامي كان متواجد،
خاص يدافع عنه أو يجلس في التحقيق ويعرف هذا المحامي سواء كان قطري أو غيره، يعرف الحقوق والواجبات عليه. رحنا حتى السجن أوضاع مأساوية، طالبنا النائب العام، قابلت أنا شخصيا، وثم رحت حق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دكتور علي بن صميخ المري واجتمعت معه شخصيا وقلت له الأوضاع الموجودة وأهمية إطلاق صراحة وأن احنا بنبي البحرين لتوفير للعلاج. كل هذه الجهات لم تتدخل، لا النيابة العامة ولا اللجنة الوطنية في عملية الدفاع عنه. الجزيرة رحنا لها، تعالوا احنا نبي نحط الموضوع نستعرض هذا الجانب. الجزيرة قامت تتهرب، مع من علم ان عندي علاقات شخصية مع ناس في الجزيرة ومسؤولين عن مركز الحقوق الإنسان خاص للجزيرة. ليش ما تتناولون الموضوع؟ لم يتناولونه. فكانت الأوضاع مأساوية. هذه واحد بحار علي الطويل وكانت قضيته مشهورة في البحرين، ما بالك بالقضايا الأخرى. طبعا بالنسبة للعمالة الأسيوية أوضاعها أسوأ الآن مع كورونا، هذه البحارة الموجودين للعمالة الأسيوية أوضاعهم جدا سيئة، يعني يأخذونهم وما في ترجمة لأي محامي باللغة الأصلية، إذا كان فلبيني أو هندي أو بنغالي ما في له ترجمة للغة الأصلية وما ما يعرف حقوقه، وأوضاع كلش يعني ما في أي خدمات. تدري من البحر المناطق ذي إلى الدوحة منطقة بعيدة، فبالتالي ما في أي تسهيلات، ما في أي إسعاف، ما في أي أمور تحمي البحار. فكانت أوضاع مأساوية وكلها سجلناها ووثقناها. هذا الله يسلمك يعني جزء من بينا لك. شكرا لك على ما تفضلت به. الناشط الحقوقي فيصل فولاذ، أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. احنا ضربنا ضربة، والضربة ضربة مقدمة الطراد من خفر السواحل القطرية في رأس المرحوم. وينها قاموا يبحثون عنه في البحر ما شافوه، خلال 3 أيام تدي يوم رابع شافوه في حدود قطر مرمي على الساحل. كما الدور هي واحدة يودون المستشفى يعني، وانا متعلم هاي، قالوا احنا نوديك المستشفى نبيكم تموتون، وسوينا فيكم هلون نبيكم تموتون. على قولة المثل قطع العناق ولا قطع الأرزاق، وهي قطر سوت الاثنين. عودة مجددة مشاهدينا مع ضيفنا الكريم في الاستديو سعادة النائب عمار البناي. تحدثنا قبل قليل مع الأستاذ فيصل فولاذ وكان من المتابعين والحريصين على هذه القضية، ورصدوا يعني هو والمجموعة وزملاء العديد من الانتهاكات والكثير من الانتهاكات بالتفصيل، يعني حددها لنا في السكايب بالتفصيل عما جرى حتى في أروقة المحاكم وطبعا وفي السجون كذلك. لو نتحدث عن هذا الأمر من جانب قانوني أكثر، كيف ينظر اليوم القانون الدولي للاتفاقيات الحقوقية التي يعني تعودنا من قطر دائما تتشدق بها دائما، ولكن ما رأينا هو عكس ذلك؟ يعني بداية نحن كمجتمع خليجي ودولي بشكل عام قائم على الاحترام للاتفاقيات للمعاهدات بين الدول، وهذا ما نشهده بأن يفتقره النظام القطري، يفتقر احترام الجوار والاتفاقيات والمعاهدات، وهذا هو كان أحد الأسباب الرئيسية اللي أجبر الدول الأربعة على مقاطعة هذا النظام لعدم احترامه للمواثيق والاتفاقيات. البحرين وغيرها من دول قائمة على احترام مجمل القوانين والمعاهدات بين الدول، واللي هي تكون أساس للأمن، أساس للاستقرار لمجمل المجتمعات. من هذا المنطلق فإن يعني مقاطعة الدول الأربع جاءت بعد اليقين التام بأن هذا النظام الذي لا يحترم القوانين لا يرقى لأن يكون دولة
لابد من الابتعاد عنه. البحرين نفتخر في مملكة البحرين بأننا نحن نحترم جميع الدول ونتعامل مع دول ولا نتعامل مع عصابات ولا نتعامل مع ميليشيات. اليوم الشواهد كثيرة بأن دولة قطر لا تتورع متمثلة بالنظام القطري عن انتهاك حق السيادة لمملكة البحرين، ويعود تاريخ هذه الانتهاكات لأعوام عديدة مع بداية 1937 والأطماع القطرية تتواصل، ولكن قطر لا تلتزم بأي عهد، قطر لا تلتزم بأي مواثيق، لا تلتزم بأي مراسيم، ولكن يعني نستغرب أشد الاستغراب بأن إلى متى وهذا النظام لا يحترم الاتفاقيات، لا يحترم القوانين ولا يعترف بالقوانين الدولية. نعم، برأيك هل يرقى أو ترقى هذه التصرفات إلى مستوى يعني نقول القرصنة البحرية؟ هذا عهدهم، هذا ما بدأوا عليه منذ الأزل بالقرصنة البحرية. نرجع إلى من الزبار وفي ما يسبق 1937 كان هذا هو ديدنهم بالقرصنة البحرية، وهم مشهورين بهذا الموضوع ومؤرخ في عند المستشار البريطاني اللي كان المقيم في المنطقة، كل هذا موثق بانتهاكاتهم العديدة اللي يقوم بها النظام القطري. اليوم وصولا إلى قرصنة بشكل ممنهج على بحارة عزل بحرينيين، نسبب لهم المعاناة، نسبب لهم قطع الأرزاق، ملاحقات غير مبررة وغير مشروعة لمجرد أنهم يمارسون حق الصيد وكسب المعيشة. فأعتقد بأن هذه التصرفات العدوانية والمخلة لأهم مبادئ الإنسانية في العالم أجمع وحسن الجوار وحقوق الإنسان، يعني لا أعتقد بأن هذا التصعيد الذي يسعى له النظام القطري الذي لا يراعي أبدا حسن وآداب الجوار والعرف الدولي. نعم، بلا شك يعني سعادة النائب، يعني أوجه التدخل القطري والانتهاكات القطرية ضد البحرين يعني عديدة ويعني متشعبة وتاريخية حتى، يعني تؤكد بأن هناك يعني هناك عقدة لدى هذا النظام ضد البحرين، وهي مستمرة في هذا التدخل وهذه الممارسات العدوانية ضد مملكة البحرين. اليوم دعنا يعني نتحدث عن حتى على مستوى محاولة يعني التملص القطري من دورها كيعني كدولة، وكذلك أيضا من الاتفاقيات والمبادئ الأساسية التي بني عليها مجلس التعاون الخليجي. واليوم حتى قضية الصيادين، نحن نتحدث عن مياه الخليج العربي، مياه الخليج العربي أن تكون في مثل هذه الممارسات سيد عمار، ممارسات يعني عدائية في مياه الخليج العربي، هذا يهدد أيضا أمن واستقرار الخليج العربي. على مدى يعني هذه السنوات الطويلة كانت فيه محاولات كثيرة، يعني نحن في مجتمع خليجي في دول مجلس التعاون العربي الخليجي، يعني كانت هناك محاولات لتصويب هذا النظام، ولكن هذا النظام أنا لا أعلم يعني يأخذ توجيهاته من خلال هالعصابات اللي موجودة ويتعايش معها. بالتأكيد سيد عمار، يعني بلا شك سنكمل يعني الحديث عن هذا الجانب، لكن بعد متابعة هذا التقرير حيث عبر عدد من البحارة عن معاناتهم جراء تعرضهم لإجراءات قسرية من جانب الدوريات القطرية أثناء ممارستهم الصيد في مناطق معروفة لدى أهل البحرين، واستنكروا ما تعرضوا له من إهانة وسوء معاملة من الجانب القطري. يطرد مال خفف السواحل طال عمرك، وبالقوه دعمنا احنا، اشرنا له بعد بال يعني خفف طرد قدامي، فطال عمرك ما خفف يعني بالقوه دعمنا من سادر هالمفرن. انا طحت اتذكر كلنا طحنا، كنا ثلاثه، يعني احنا لما يدعمك وتشوف الرشاش في يد واحد حاطه في عليك ما تقدر تحاكي، ما تقدر تسوي شيء، سلم امرك. هاي اللي صادنا احنا، ما تقدر تقول لهم شيء ولا شيء.
كل اللي قلنا لهم عطونا الجي بي اس ويا التليفون عشان نحدد موقعنا وعشان نتحول معكم هناك ونطالع منهم، ما رضوا. أكبونا في الطراد مالهم، روحوا يسوي سادور طرد. هناك واحد من البحار من جهة قطر هذا الطراد مالنا، وانا يالسين طول الدرب سادور الطراد معاملة سيئة، أبي ناخذ مالنا بشيء ما في، يلا يرسل ولا تتحرك والسلاح ما تجي حالنا، وهي ماشي السلاح مرة ثانية ماشي رياة قطر، ودونا المهم قطر نزلونا هناك ودونا تحقيقات من مكان لمكان من العصر ليوم ثاني الصبح من مكان لمكان، تبي ماي تبي ذي ما فيه يلس، بعد ودونا من سجن لسجن نقلون فينا مش مسوينا ما بويقين ولا ذي يعني في منطقتنا، قطونا السجن شهر تقريبا يمكن اسبوعين لا حكم لا شيء، بس قطينا لا ثياب عندنا لا شيء عندنا، نبي نشتري ثياب ما في، معاملة سيئة لا أكل عدل، مرقد 100,000 واحد يرقد عليه، يعني واحد اكتري هدد فيني ضربني بعد شاتيني على بطني، اطلع ولما ضباط اثنين قلت له شو المعاملة يا اخوي احنا بحرينيين يعني، بس عيب من يده جاتني دورية قطر ودعمت من ورا ونقص طراد من ورا بالبنكوين راحوا بحر، وانا تعورت ليومك هذا انا تعالج من العصابة صدت ودوني قطار وسجنوني وقادوا علينا غرامة أسبوعين يودونا في السجن، كان من صادن الحادث ثلاث دوريات هناك تلمت دورية واحدة أنا متعور من الضربة الإصابة، ودوني المستشفى وين متألم، قالوا لي إحنا نبي نذبحكم ما سوينا فيكم هاللون هالحادث هذي إلا نبي نذبحكم، نوديك المستشفى نوديك هناك بنقربلك في السجن بتطالع شلون، يقول لي واحد شب وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. سيد عيسى بعد التحية، تابعنا في الأيام السابقة تصريحات وشهادات الصيادين الذين عبروا عن ما تعرضوا له من معاملات سيئة من قبل النظام في قطر، برأيك سيد عيسى لماذا تتعمد قطر القيام بمثل هذه التصرفات ضد هؤلاء الصيادين الآمنين؟ أحبك بداية ورحب السادة المشاهدين، حقيقة نحن نستغرب من هذه المعاملة اللي يتعرض لها المواطنين البحرينيين أو الصيادين منهم اللي يمارسون مهنتهم ويسترزقون فيها، ما يتعرضون لحقيقة يعد انتهاك جسيم للقيم والمبادئ اللي نصت عليها الشرع الدولية. وقبل يعني نتكلم في هذا المجال أنا ودي أعقب على موضوع أن يعني هذه التصرفات أو ما يتعرضون للصيادين من انتهاكات أو من معاملة مزرية لا يعني لا تنم عن القيم والمبادئ اللي إحنا كخليجيين ربينا عليها، نحن نكون لقطر ولشعب قطر كل الاحترام والتقدير، وأهالي قطر ومواطنين قطر أخوة لنا يعني يعيشون في بلداننا يعني وينعمون بكل الحقوق اللي هنا ننعم بها، ونحن نتمنى من قطر أن تعامل المواطنين البحرينيين بنفس المعاملة. عملية الدج بالمواطنين في أي خلاف أو مشكلة أو أزمة سياسية هذا عمل مرفوض، دول مجلس التعاون أو الدول الأربع عندما اتخذت إجراءات ضد قطر استثنت منها ومباشرة اتخذت إجراءات بما تكفل عدم مساس المواطنين القطريين بأي إجراءات. نحن نتمنى من قطر حقيقة أن يعني تجنح إلى نفس هذا المنحة وأن تجنب المواطنين البحرينيين أي معاملة يعني تعرضهم للانتهاكات أو للمخاطر أو تهدد حياتهم وأرزاقهم. فيما يتعلق بما يتعرضون له وما يعني عبروا عنه في كثير من اللقاءات ووضحوا، نحن حقيقة
يعني دهشنا وأصبنا بالصدمة عندما علمنا أن كل هذه الممارسات تقوم بها قطر بحق أخوة لهم مواطنين بحرينيين، يعني كل ذنبهم أنهم ذهبوا يعني البحث عن مصدر رزق لهم في صيد السمك. ما تم رفضه خلال هذه المقابلات أو خلال هذه اللقاءات هي يعني أمور تتعارض بشكل صريح مع كل الشرع الدولية، إن كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية، أكثر من كذي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إعلام مجلس التعاون لدول لحقوق الإنسان، كل هذه نصت على يعني على قيم ومبادئ يجب أن لا تنتهك. ما تم رفضه من معاملة يعني مزرية وتهديد لحياة وسلامة هذه المواطنين والصيادين يتعارض مع هذه الأمور بشكل كبير. الأهم في الموضوع أن قطر ملتزمة بالاتفاقية الخاصة بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه المادة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تنص صراحة على أن لا يجب أن يعني يخضع أي مواطن أو أي كائن يعني كأي إنسان لأي معاملة تحد أو يعني تعارض لأي انتهاك في مجال المعاملة المتميزة أو التميز في المعاملة. نعم سيد عيسى، إذا سمحت لي، هذه الممارسات العنيفة والخطيرة واستخدام قوة السلاح في مياه الخليج العربي، ألا تشكل خطراً على أمن واستقرار منطقة الخليج؟ هذه في البداية صار يعني واحد، لأن هذه المعاملة لا تنسجم مع ما يجمعنا هنا كشعوب وكدول، يجمعنا منظومة دول مجلس التعاون، تجمعنا علاقات أسرية، علاقات أخوية، يعني الشعب البحريني والشعب القطري يعني يرتبطون بأواصر كبيرة. هذه المعاملة نستغربها من قطر تحديدا لأنها لا تنسجم مع كل ما يجمعنا مع بعض. تهدد، فعلا تهدد، لأن ما في دولة يعني ترضى لأن يتعرض مواطنينها لما تعرضوا لها المواطنين البحرينيين أو الصيادين. الحكمة يعني نعول عليها، والحكمة هي دائما يعني منهج للحكومة البحرينية، لكن نتمنى أن يعني تنحى الحكومة القطرية والمؤسسات المعنية بالأمر في قطر إلى نفس هذا المنحى، وأن يتم يعني مراجعة كل الأساليب أو كل الإجراءات اللي تتخذ بحق الصيادين بما يكسل سلامتهم والمحافظة على يعني مصدر أرزاقهم. من المهم أن نشير إلى أن الثروة البحرية في القانون الدولي تعامل معاملة مختلفة عن الثروات الأخرى، إن كانت يعني الزراعية أو المعدنية أو البترولية، لأنها في أجواء مفتوحة. يعني اليوم ونحن يعني نتعرض أو الصيادين يتعرضون إلى هذه المعاملة من قطر، الاتحاد الأوروبي بريطانيا تسمح له بأن يعني أو تخصص له نسبة 30% من الثروة السمكية في المياه البريطانية تخصصها للاتحاد الأوروبي، رغم أن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي. نحن ما زلنا أخوة وما زلنا في منظومة مجلس التعاون دول شقيقة. يعني هذه الممارسات أو ما يتعرض للصيادين وما عبروا عنه بكل أسف، يعني نتمنى أن تكون يعني هذه التصرفات نهاية لمشوار معاناتهم مع الحكومة القطرية. نعم، شكرا لك المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
استهداف في الأرواح والأرزاق بالقتل والإصابة والمصادرة وقطع الأرزاق، هذا ما يتعرض له بحارة البحرين ومراكب الصيد البحرينية من قبل السلطات القطرية، وهي ذات الممارسات التي طالت المواطن عباس حسن الذي انقطع رزقه بعد تعرض عماله لهجوم مسلح أثناء ممارستهم الصيد. كثيرة هي قصص الانتهاكات القطرية بحق البحارة البحرينيين، وعداء لا حد له تجاه مراكب الصيد القادمة من البحرين يصل إلى الاعتداء المسلح. طرق هجوم وحشية تتعرض لها المراكب البحرينية من قبل الدوريات القطرية المسلحة تعرض سلامة البحارة البحرينيين ومن معهم من العمالة للخطر. حتى لو أنت واقف بعيجونهم يدعمونك، يعني لما أنت واقف ما تشرد ولا شيء، لما يجي طابق يطابق يعني بوحشية يدعمك دعم، يتعمد يعني هالشيء يسوونه. لما رجع يعني من البحر سمعت ان العامل انصاد في قطار، يعني انصاد اضطراد انصاد في قطار، وان انصابوا برصاص، يعني طلقوا عليهم رصاص. بعدين سافرنا لهم بعد يمكن فلافات اربع دوريه فول يمشيزي بعد ضربه كل الرصاص انا اسمع شوي بعد مت في ضرر حقنا ورجل انا ما في معلوم، بس انا غارتها مايك درغم هدي ورجل مايك درغم بعد ان انا فكر في انا ضرب رصاص انا كل صوت لا اسمع له. هذا العامل لم يعد قادرا اليوم على ممارسة حياته ومهنته بشكل طبيعي، فقد تسببت له هذه الإصابة الجسيمة بإعاقة مستديمة. على قولة المثل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وهي قطر سوت الاثنين، يعني الاثنين سوت فينا، يعني هم يعني نفس ما تقول قطعوا رزقنا من البحر والعامل زي ما راح فيها على قولتنا. هذه ليست سوى قصة من بين مئات قصص السلوك القطري العدواني والذي يستهدف بشكل ممنهج بحارة البحرين ومراكبهم في محاولة من النظام في الدوحة لفرض واقع عليهم وإبعادهم عن مباحرهم المعروفة. كما ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي. دكتور شمسان بعد التحية، تابعنا هذه الشهادات وهذه القصص الكثيرة حول الانتهاكات القطرية بحق هؤلاء الصيادين وما تعرضوا له من قمع ومن يعني معاملة سيئة على جميع المستويات. برأيك هذا العداء القطري الممنهج كيف ينعكس يعني على الوضع حتى المعيشي والاقتصادي في البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لابد أن ينعكس هذا الوضع، وأول من يتأثر به هم البحارة والصيادين، اللي يعتبر الصيد في البحر هو مصدر الرزق وهو مصدر معيشتهم، فبالتالي هم اللي يعني يعانون من هذا الشيء. ويعني وإضافة إلى ذلك يعني إن أهم يعني للأسف الزوارق القطرية أنها تأخذ يعني كل ما لديهم من يعني مكاسب، وأيضا في نفس الوقت أنها هي يعني تتخذ ضدهم يعني إجراءات مثل أخذ ما كل عندهم من أشياء، أو إجراءات ضد إذا كان هناك عندهم عمالة أجنبية مثلا، وبعدين بعثهم إلى المحاكم في قطر، واعتبار هذا السلوك هو يعني سلوك يعني كأنه يخترق القوانين دون أن تعي يعني دولة قطر، دون أن تعي أن الشعبين البحريني والقطري هما شعب واحد. يعني منذ السنوات وسنوات
يتعايشون مع بعض، ومصدر الرزق واحد بينهم، وهناك صلات بين الشعبين كأنهما يعني يبدون وكأنهما شعب واحد، صلات القربة والصلات الجوار والصلات يعني العربية والصلات، كل هذه الأشياء يعني كان مفروض من السلطات القطرية والبحرية القطرية اللي قامت بهذه الأشياء وهذا السلوك إن هي تأخذ هذا الشيء في الاعتبار وتنظر إلى أن هي يعني ما رايح تأثر أو ما رايح مثل هذه الإجراءات ما رايح تضر لهؤلاء الصيادين اللي ليس يعني لهم أي يعني ليس لهم أي سبب وليس لهم أي مقصد من النشاط اللي هو مصدر رزقهم اللي يقومون به، يعني فقط هم يبحثون مثل ما ذكرت عن رزقهم في البحر ومصدر معيشتهم، وليس لهم فقط إن مصدر معيشة أسرهم يعني منذ سنوات. فلذلك نجد أن البحار عندما يصادر كل ما عنده من يعني من صيد والأدوات الصيد كذلك، نجد أنه حتما سوف يعاني من يعني مستوى معيشي متدني، وهذا يؤثر فيه لأن هذا هو المصدر الرزق الوحيد. ولكن أن تتخذ للأسف إجراءات قانونية ضد هؤلاء البحارة البحرينيين، ويعني اعتبار ذلك أنه منافي للقوانين، هذا شيء يعني أنا أعتقد أنه يعني ليس صحيح، يعني وليس في احترام يعني حتى للجوانب الإنسانية، حتى للجوانب الإنسانية وما يرعونها، لأن الأذى أولا وأخيرا سوف يعني الأذى أولا وأخيرا سوف يضر هؤلاء وأغلبهم من الأسر الفقيرة التي يعني يعتبر البحر هو مصدر الرزق الوحيد لهم. فهذا نوع من التعذيب، التعذيب النفسي. فلذلك يعني احنا يعني كشعب البحرين ومع قطر كشعب واحد يعني نطالب السلطات القطرية وأنها تأخذ هذا الشيء على الأقل في الاعتبار، يعني دون النظر إلى جوانب أخرى، يجب أنها تأخذ فقط الجانب الإنساني. وأعتقد أن يعني هذا اللي مورس ضد البحارة البحرينيين ليس وليد الساعة، إنما من فترات بعيدة كانت السلطات القطرية تمارس مثل هذه الأشياء وتعتدي على هؤلاء البحارة، يعني وخاصة منهم في يعني انفشت الديبل، ويعني فلذلك يعني احنا نتساءل نقول انه متى يأتي اليوم اللي ينظرون إليه من هذا الجانب الإنساني ويتركون أي خلافات أخرى أو يعني أو أي ما يشوب العلاقات من أشياء أخرى يتركونه في جانب وينظرون إلى هذا الجانب الإنساني
ان هذا الجانب الانساني من هؤلاء. بالتاكيد دكتور شمسان، يعني كما ذكرت واكد على كلامك بان هذه يعني الممارسات ليست وليده اللحظه وليست حتى وليده الازمه القطريه. واود الحقيقه يعني دكتور شمسان يعني ان اسالك عن اليوم، كيف تنظرون للتفاعل الشعبي والوقفه الوطنيه مع قضيه هؤلاء الصيادين الذين تعرضوا للظلم، وهؤلاء الصيادين يمثلون جميع مناطق البحرين دون استثناء، لان كما نعرف يعني اهل البحرين يعني اهل البحر ويعني جميع مناطق البحرين فيها صيادين، والصيادين يخرجون لطلب الرزق. اليوم كيف تنظرون لهذه الوقفه الشعبيه الوطنيه؟ والله يعني احنا ليس قريب علينا، حاب اقول لك في البدايه نعم. نحن ليس قريب علينا بالوقفه الشعبيه مع هؤلاء البحاره البحرينيين، لان احنا البحرينيين يعني ولله الحمد يعني كشعب تجمعنا يعني مشاعر وطنيه واحده، وايضا يجمعنا الترابط في العلاقات الاجتماعيه، فلا بد ان احنا يعني حز في انفسنا ما يحدث لهؤلاء البحاره من اشياء. ولذلك تجد ان كل الجمعيات يعني والجهات والافراد جميعهم يعني يحسون بنوع من القبض تجاه يعني لحل بهؤلاء الفقراء اللي هو مصدر رزقهم. وانا اعتقد بان ليس فقط يعني ليس يعني شعب البحرين هو اللي متعاطف معاهم، انما ايضا حتى يعني يعني هناك من الشعب القطري نفسه من هم عندهم جانب انساني ويتعاطفون مع هؤلاء، يتعاطفون معهم لانهم يعرفونهم وبعضهم على علاقات معهم، ولكنهم لا يستطيعون ان يفعلوا اي شيء. فلذلك تجد ان يعني الشعب البحريني يعني معروف عنه انه شعب متكاتف، شعب مترابط، يعني فلذلك يعني هناك من يكتب في الجرائد، وهناك من يدلي برأيه في الإذاعة مثلا والتلفزيون وإلى آخره، ويتعاطف وأبدأ تعاطف مع هؤلاء البحارة، واستعدوا للقيام بأي خطوة لمساعدة هؤلاء يعني البحارة، لأن مثل ما ذكرت أنهم يعني أنهم وضعوا كل ما عندهم من يعني من رأس مالهم ومن ما عندهم من يعني ثروة في مثل هذه المشاريع، فحتما احنا سوف نتعاطف معهم، يتعاطف معهم كل بحريني رجل وامرأة صغير وكبير ومن كل الطوائف البحرينية تتعاطف معهم. ولذلك شفت انت في اليومين اللي يعني في الايام اللي مضت هذه اللي حدث فيها يعني محاوله يعني اساءه الى هؤلاء الفقراء، يعني رايت بان هناك من يعني اصبح هو حديث الساعه، حديث الناس في كل مكان. فاحنا من جانبنا كبحرينيين كشعب بحريني نعم. احنا شعب واحد، شعب متفهم الموقف، لان معظم الاسر البحرينيه معظمها اغلبها هي تعتمد على معيشه البحر نعم. كانت ولا تزال، وهم يعرفون هذا الشيء، وحتى يعني هذا راح ينعكس على يعني نعم بالتاكيد الوقفه هذه ليست بمستغربه بالتاكيد على شعب البحرين الوفي والكريم، خصوصا في قضية عادلة كهذه القضية، قضية الصيادين. شكرا لك الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لك.
عودة لك أستاذ الكريم سيد عمار، يعني في لقاء معالي وزير الداخلية مع الصيادين، وفي لقاء سابق طبعا نقل لهم مضمون كلمة سيدي جلالة الملك المفدى يده الله بأن حقهم محفوظ ولن يضيع، كيف تقرؤون هذه الكلمة؟ كنا في بداية كلام اليوم تكلمنا بأن يعني سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه وتوجيهاته الأبوية للبحارة البحرينيين المتضررين من الاعتداءات القطرية، ومن ثم أيضا شهدنا يعني الموقف لحكومة مملكة البحرين متمثلة أيضا بسمو ولي العهد رئيس الوزراء، والتوجيهات التي نقلها معالي وزير الداخلية إلى اجتماع مع هاي البحارة ونقل التوجيهات، دلت على شيء، دلت على الحب والتكاتف اللي موجود ما بين قيادة وشعب في مملكة البحرين، بأن سيدي حفظه الله ورعاه دائما يقف على كل مشاكل شعب مملكة البحرين. واليوم نشوف الالتفافة الجميلة اللي موجودة في مملكة البحرين في الوقوف مع هؤلاء الصيادين، ما هو دليل يؤكد هذه العلاقة الطيبة. نعم، أيضا يعني في تصريح سابق لمعالي وزير الداخلية قال أن من أسباب المقاطعة مع قطر هو تدخلهم في شؤوننا الداخلية وما يقومون به من إجراءات تعسفية وعدوانية تجاه بحارة البحرين. أيضا يعني تحدث عن هذا النوع من التدخل، وذكر أيضا بأن طالما قطر تفتعل يعني قضيتها التوسعية، كما ذكرت لك سابقا سيد عمر، أوجه تدخل عديدة حقيقة وهي لا تتوقف، خصوصا من الجانب الإعلامي أيضا. قد ممكن تحدثنا عن الجانب الحقوقي وانتهاكات حقوق الصيادين، أيضا من الجانب الإعلامي التحريض مستمر، التدخل مستمر من جهة الإعلام القطري وتحديدا قناة الجزيرة، قناة الحكومة القطرية. أخي العزيز، يعني دولة قطر لم تترك سبيل إلا وحاولت من خلاله التدخل وبشكل مباشر في شؤون مملكة البحرين، الشؤون الداخلية لمملكة البحرين. يعني أننا تكلمنا على الصعيد السياسي، تكلمنا على الصعيد الإعلامي أو الأمني، فالحكومة القطرية سعت على مدار سنوات طويلة على تجنيد الإعلام القطري في شن هجمات ممنهجة ضد مملكة البحرين وقيادتها في انتهاك صارخ للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وانتهاك لحسن الجيرة والتعهدات والمواثيق والأعراف الدولية في مشهد واضح لاختراق السلطات القطرية. عملت الحكومة القطرية على مدار سنوات طويلة في دعم أفراد بحرينيين يحملون أجندات سياسية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين عبر استضافتهم في برامج إعلامية عبر قناتها الرسمية الجزيرة القطرية، اللي سعت لتشويه صورة مملكة البحرين ودعت الإرهابيين فيها واستضافتهم واحتضنتهم لتزوير الحقائق الواقعة في مملكة البحرين. عند لو نلاحظ المدى الاهتمام الكبير من الإعلام القطري بالأخبار المتعلقة بمملكة البحرين لأثارتها بطريقة سلبية وبشكل دوري وبصورة تسعى لإبراز واقع مشوه للأوضاع في مملكة البحرين. لو احنا نتكلم على فترات زمنية مبرمجة ومجدولة من قبلهم في ضرب مملكة البحرين وبشكل ممنهج من خلال الإعلام القطري. يعني عملت قناة الجزيرة القطرية على إنتاج عدد كبير من الأفلام الوثائقية المفبركة للأسف، والتي انحازت إلى الإرهابيين في مملكة البحرين وتفتخر باستضافتهم، يعني المؤسف بأنها تفتخر باستضافتهم، كما تعمل يعني بشكل أسبوعي على إصدار بعض التقارير في تقارير مغلوطة في قناة الجزيرة بما يدعم
توجهات بعض الجمعيات السياسية التي تم حلها بحكم قضائي في مملكة البحرين، واللي دائما ما تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين. إذن هذه هي التعديات المباشرة والواضحة من قبل الإعلام القطري المستمر لمملكة البحرين. طبعا احنا نشجب ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية بمجملها ضد سيادة مملكة البحرين المستمرة، واللي دائما ما يأتي على لسان قناة الجزيرة القطرية وهي أهم الأذرع الإعلامية للنظام القطري والراعي الأول للفتنة في الوطن والعالم العربي، من تعدي واضح على سيادة مملكة البحرين وحرمة مجتمعها، هو استمرار طويل لإساءة وتشويه لمملكة البحرين وضرب تاريخ طويل والمشرف اللي نمتاز ونفتخر فيه من عملنا الحقوقي في مملكة البحرين. بالتأكيد يعني، ولا ننسى طبعا نذكر سيد عمار أن هناك وقفة شعبية ورسمية، كل ما يتعرض لسيادة مملكة البحرين نجد أن هناك دائما هذه الوقفة، وهي يعني تبرزها هذه يعني الجهات، مختلف الجهات الأهلية والجهات الرسمية وكذلك في السلطة التشريعية. نحن وصلنا إلى ختام هذه النافذة الخاصة معك سيد عمار، لكن قبل أن نختم هل من كلمة أخيرة حاب أنك توجهها؟ من النظام القطري لن يمل، هذا النظام لن يمل أو يكل تجاه مملكة البحرين. نعم. فالأجندة الإرهابية اللي يعمل فيها واللي تخالف مجمل عاداتنا وتقاليدنا إحنا الخليجية والعربية، اللي بنيت على حسن الجوار على احترام الجار، يعني أظهرت عداء النظام القطري الواضح لمملكة البحرين من سنوات عديدة، واللي يحاول أن هو يستقل أي وقت وأي فرصة في أن هو يشوه الصورة الحضارية والصورة التنموية لمملكة البحرين وقيادته. هذا النظام الذي يتعاون مع الخارجين عن القانون دائما والعصابات والميليشيات، ما نقول له إلا الله يهده. نعم، العقدة باقية. نعم، شكرا لك سعادة النائب عمار البناي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على مرافقتنا طوال مدة هذه الحلقة الخاصة، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نحن وصلنا معكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة والتي سلطنا الضوء من خلالها على انتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين. إذن انتهاكات وعدوانية مهينة ومطاردات في عرض البحر وإطلاق نيران تسقط مصابين وقتلى ومحاكمات صورية ومصادرة للممتلكات، صورة قاتمة لما تقوم به السلطات القطرية بحق مواطني البحرين من الصيادين والبحارة. سنوات طويلة وقصص الاستهداف القطري المتعمد مستمرة، لم يكن من بين الصيادين البحرينيين مهرب أو مخرب، بل هم بحارة يسترزقون في مناطق صيد بحرينية معروفة تاريخيا، ورغم ذلك تعدت السلطات القطرية على حقوقهم واستهدفتهم في أرواحهم وأرزاقهم، إلا أن حق الصيادين البحرينيين محفوظ ولن يضيع كما أكد سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الخاص، دمتم في رعاية الله. احنا ضربنا ضربة، والضربة ضربة مقدمة الطراد من خفر السواحل القطرية في رأس المرحوم. وينها قاموا يبحثون عنه في البحر ما شافوا، خلال 3 أيام تدي يوم رابع شافوا في حدود قطر مرمي على الساحل. كما الدور هي واحدة يودون المستشفى يعني، وأنا متعلم هاي، قالوا احنا نوديك المستشفى نبيكم تموتون، وصلنا فيكم هلون نبيكم تموتون. على قولة المثل قطع العناق ولا قطع الأرزاق، وهي قطر سوت الاثنين.